تساؤلات كتير بعد القبض على القيادي الإخواني حسن مالك اللي معروف بأنه المسؤول المالي الصامت في التنظيم الإرهابي، وأبرزها هو إزاي كان بره السجن لغاية دلوقتي وبيمارس أعماله في ظل مؤامرات الإخوان على الدولة. وحسب بيان الداخلية فإن أجهزتها كشفت مخطط لضرب الاقتصاد المصري، وإن مالك أسس خلية مع شركات صرافة والقيادات الهاربة لتجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد. عايزين نعرف تفاصيل أكتر، ومعانا من المصري اليوم يسري البدري رئيس قسم الحوادث. سؤالنا ليه، إيه هي تفاصيل القبض على حسن مالك وإيه مصيره دلوقتي؟ هو بالفعل الأجهزة الأمنية أعلنت القبض على القيادي الإخواني حسن مالك. بيان وزارة الداخلية الصادر صباح الجمعة بيأكد القبض على حسن مالك وتوجيه اتهام لعبد الرحمن سعودي أحد قيادات الإخوان الهاربة خارج البلاد. البيان به عديد من علامات الاستفهام، أن القيادي الإخواني كان مسؤول عما يحدث في سوق الصرف المصري تحديدا في تجميع العملة الصعبة عن طريق شركات صرافة، أربع شركات صرافة تحديدا، شركة النور وشركة التوحيد وشركة النوران، وهي شركات متحفظ عليها لدى الدولة المصرية في لجنة إدارة أموال الدولة. أيضا البيان ألمح إلى أن حسن مالك وأربعة آخرين من مسؤولي شركات الصرافة هم المسؤولين عن تجميع العملة الصعبة داخل البلاد خلال الفترة الماضية وتهريبها عن طريق شركات التنظيم شركات الصرافة إلى خارج البلاد. حسن مالك واحد من ضمن قيادات الإخوان متحفظ على شركاته منذ ما يقرب من عام ونصف. حسن مالك ظل حرا طريقا لمدة 3 سنوات طوال الفترة الماضية، لم يتم القبض عليه مثله ومثل قيادات الجماعة طوال الفترة الماضية خيرت شاطر ومحمد بديع وآخرين. هناك علامات استفهام حول توقيت القبض على حسن مالك في هذه الفترة تحديدا. دكتور صلاح، هل فعلا في تأخر في القبض على حسن مالك؟ أكيد اتأخر القبض على حسن مالك لمدة 18 شهر على الأقل. اتنين، حسن مالك يعد وزير مالية الإخوان في جمهورية مصر العربية. يوسف ندى يعد وزير مالية الإخوان في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين. حسن مالك له مؤامرة مع 63% تاني بنقول من شركات الصرافة في جمهورية مصر العربية لضرب الدولار. في مجموعة من الاجتماعات بتتم ما بين دبي وما بين قطر وما بين تركيا علشان خاطر يتم ضرب الدولار وتحويلات العاملين المصريين بالخارج. بيتم شراء الدولار من العاملين المصريين بالخارج ب8.5 و9 جنيه على الأقل علشان ما بقاش فيه تحويلات من الخارج إلى مصر اللي بيضرب الاقتصاد المصري. أحسن حاجة أن تم القبض عليه، صحيح أنه تأخر إنما كويس أن تم القبض عليه، ومفروض يتم القبض على باقي السلسلة اللي موجودة من شركات الصرافة اللي هي 63 شركة، وأكيد زي ما أنا عارفهم أكيد الدولة والأمن عارفها.